الصدام جاي منين؟ جاي من الحته دي، ان في ناس عملت استفتاء المسؤولين عن النظام وطأي قراره في الدوله ما اعترفتش بيه. هتعمل لي اجراء الله اعلم، يبقى حل عدم اعتراف. انا هعمل مجلس اداره الجاي امتى وازاي؟ هي دي المشكله. هقول لك اولا، انا شخصيا وانا ممكن ابص للكاميرا بعد اذنك، بدعو كل اعضاء جمعيه العمال النادي الاهلي صرف النظر عن اللي هيعمله اللجنه الاولمبيه ان هم يروحوا صوتوا بكثافه، وتصبح مصير النادي الاهلي ومستقبله في رهبه مجلس اداره ومن خلفه الجمعيه العموميه، اذا كان ده حقي ما فرطش فيه علشان خاطر ارض هشام حطب. يا راجل انا عايز اسالك سؤال، انا بتكلم على يعني انا عايز اسالك سؤال هشام حطب تاني ما انا هقول لك، هو ما هو بيبلطج، ما هو بيبلطج يا سيدي، هو راجل هربان من التجنيد. مش انت قلت هنمشي؟ انت بترجع الكلام تلحسه، احنا كنا وصلنا. هنمشي، ما انا اقول لك اشتكي، انت بترجع الكلام مجلس الاداره. لا، بتقول لي همشي بالاسترشاد لحد ما غير النظام. اذا اللجنه، انتوا حرين وافتكروا كلامنا. هقول لك، بص هقول لك اخر كلمه، هقول لك كلمه بقى. ربنا يستر. الجمعيه العموميه اللي قادمه ليست فقط التصويت على اللائحة، الجمعية العمومية القادمة هي تفويض لمجلس الإدارة في الدفاع عن حقوق النادي الأهلي. النادي الجمعية العمومية عايزة تروح والله أنا رأيي أنا كده. رأيك وفين بقى؟ مين اللي بيدي التفويض ده؟ لما أروح لو ما حدش في الدنيا ياخد تفويض مني إذا في الجمعية العمومية يا سيدي، ولا أخويا ولا أبويا، ما حدش ياخد مني تفويض. أنت مش بتقول، أنت الله مش إذا الكلام ده بدري، أنت مش بتقول. اللي أنت بتقوله ده خطير جدا. اللي هو إيه التفويض اللي هو تفويض إيه؟ المجلس اللي هو التفويض لإيه؟ اللي هم في الآخر أشخاص زينا بيتفقوا ويختلفوا. ما أنت بتسيبهم يدوروا. يا عم يلا يا عم خلينا أكمل بس جملتي. لا لا لا، يعني أنا دلوقتي لما يبقى عندي طيب، لما يبقى عندي 30,000 بيصوتوا على الجمعية دي مش لتفويض؟ لا، اتفاقا على موقف من مجلس الإدارة. لا، تفويض يبقى فيه كلمة تفويض. المجلس من سلطات. خد بال حضرتك، ما في راي قانوني. حطوها بقى، حطوها هنا في الرأي. يعني هو مش من حقه هيروح المحكمه بموجب ايه يا باشمهندس؟ بموجب ان انا عملت اجراءات هيقولوا له مش شرعيه، القاضي هيحكم فيها من اول يوم بالشطب. انا من اول يوم بقول لك كده والله. خلاص، يبقى القانونيين دول اللي بقى عندنا قانونيين ما بيفهموش.